وحياكم من جديد مشاهدينا، وصلنا معاكم لفقرة المبادرات الشبابية واللي بيطلقوها الشباب الفترة الأخيرة، سواء شباب أو بنات، وجدا فخورين في هذه المبادرات خصوصا أن كلها تطوعية. وضيفتنا اليوم من فريق نستطيع أن نبادر التطوعي اللي بيقدم عدد من المبادرات حنتعرف عليها من حديثنا. اسمحوا لي أرحب بضيفتنا الموجودة معاي بالاستديو أروى الجوزي. يا هلا معك ساعات شباب، شرفتينا يا أروى. شرف لي. بداية أروى، يريد تعرفينا عن فريق نستطيع أن نبادر، متى تأسس، وكمان يهمنا نعرف إيش أهم أهدافه. والله هو فريق نستطيع أن نبادر تأسس عام 1437، يتكون تقريبا من 10 فتيات، أعمارنا تتراوح بين 16 إلى 20، بس الأغلبية يعني 16 15 17، يعني أعمار جدا صغيرة. أهدافنا يعني في البرنامج إنه هي نشر التوعية، أعمال الخير، يعني قدمنا في كذا أعمال وكذا برامج سويناها يعني أكبر من عمرنا تقريبا. جميل. طب بعرف أروى، يعني إيش أبرز وأهم الأنشطة اللي قدمتوها في هذه المبادرة وشاركتوا كمان في تقديمها؟ والله هي عدة برامج، وفي برامج برضها جاية. البرامج اللي قدمناها محاضرات عن سرطان الثدي في الغرفة التجارية. جميل. ونسقنا مع الوقف التنموي في مع الأيتام، أعطاهم دورات لغرس القيم. جميل. قمنا طبعا أنا وزميلاتي في هذا البرنامج، أعطاهم دورات تقريبا اليوم واحد، بس إن الدورات متعددة. كان من ضمنها أعمال تطوعية وترفيهية، وقمنا برضو في زيارة المستشفيات، مستشفى الثغر في جدة، زيارة الأطفال، وبرضو نصحهم للغذاء الصحي وإيش فوائد وزي كذا. وبرضو قمنا في الثقافة والفنون. جميل. الثقافة والفنون. أيوة. عيديتنا للأطفال، وشارك فيها عدة من الجروبات التطوعية. يعني كانت لنا مبادرات كثيرة. واضح حتى صراحة المبادرات والحملات اللي قمت يعني فيها حتى في المدارس كثيرة. في المدارس صحيح إنه البنات اللي في المدارس أعمارهم زينا، بس كان تقريبا فكرنا أنضج منهم بشوية، فكنا يعني نعمل دورات. في المتوسط برضو يمكن ثالث متوسط تكرمت ما بين 400 وشيء من الطالبات، ومديرة المدرسة برضه لقبتني بلقب أنا أستطيع إذا حتما سأنجح. يعني أنا وزميلتي كانت الفكرة هذه ببالنا تقريبا من إحنا أولى متوسط. جميل. بس ما تحققت إلا في ثالث متوسط، يعني كنا حابينها من قبل، فصارت عام 1437. هذا دليل انكم سعيتوا كثير لتنفيذ هذه الفكره. يعني وقت 3 سنين او سنتين من اولى متوسط للثالث متوسط، لسه انتم صغار بالعمر. أكيد. على مثل هذه المبادرات ممكن تكون قدوه يعني لكثير من امثالكم، وكويس انكم قاعدين تشتغلوا على هذه الفكره. عملتوا كثير من المبادرات وكثير من الحملات التطوعيه، بس انا ابغى اعرف أروى، كيف انتم بيتم تعزيز فكره العمل التطوعي وبتسعوا دائما لتقديم الافضل في هذه الاعمال؟ اكيد بنسعى، يعني احنا حاطين حاجه في بالنا، حابين نوصل يعني للاطفال او للناس او للمجتمع حاجه، يعني حاجه تفيدهم في المجتمع. يعني لازم نسعى للشيء عشان نوصل له احنا. يعني مستحيل انه اوكي نفسنا احنا في الشيء هذا او لازم يصير الشيء هذا واحنا جالسين، ما ينفع. يعني لازم نسعى، لازم نبادر عشان نوصل للشيء اللي احنا نبغاه. حلو. طيب أروى، يعني أنا لفتني شيء صراحة من أهم أهدافكم هو إبراز المواهب لدى الآخرين، فبعرف كيف تشتغلوا على هذا الموضوع؟ أكيد. يعني مثلا الحين عندنا برنامج إحنا ومع فريق أطفالنا، هو أول برنامج يقام في المملكة العربية السعودية، برنامج الشطرنج برعاية الرياضات الدولية للاتحاد الدولي من الرياض. هو أول جميل. برنامج زي ما قلت لك إنه يقام في المملكة العربية السعودية مع أستاذ هاني باصحيح والأستاذة حنان إبراهيم، هي مدربة أطفال للنشاطات الذهنية. راح يقام في فلامنجو مول يوم 24/7، وعمل بازارات هناك للأسر المنتجة، مساعدتهم أنه يبرزوا موهبتهم أو يبرزوا عملهم يعني في المكان هذا. كدعم، كنوع من الدعم للأسر المنتجة. أكيد. والأطفال. أكيد. أكيد. جميل أروى. طيب بتتعاونوا كمان مع عدد من الفرق الأخرى لتقديم مبادرات بشكل أكبر، أنتوا لسه بنات صغار في عمر صغير، ما بتقدروا أنكم تقوموا بعمل جدا كبير وضخم أو مبادرة تكون كبيرة، عشان الهدف أصلا من المبادرة التطوعية هي نشر الوعي للمجتمع. أكيد. سواء في أي مختلف المجالات. فأبعرف إيش أهم الفرق اللي تعاونتوا معاهم؟ يعني إحنا ما تعاملنا مع أي فريق، كانت كل مبادراتنا تقريبا لحالنا.
قدرتوا انتوا اكيد قدرنا 16 بنت اكيد 10 بنات 10 بنات اكيد قدرنا يعني كنا مثلا ننسق مع مركز او مع جمعيه او مع مدارس او مع اي جهه كنا ننسق معاها ونحضر اوكي خلاص انا وزميلاتي كل حاجه نعملها من حالنا ما في مثل اي مساعده ايش قولي لي اروى مثلا زرنا مركز التاهيل كانت اول برنامج لنا كان اول برنامج يعني وكان في حضور جدا كبير المهم كان هذا البرنامج يعني انا وزميلاتي نسقناه كل حاجه انه انا والبنات لحالنا كان اليوم هذا عن كيف ندخل الفرح لهم والسرور بما انه هم مؤهلات يعني كان عدد جدا كبير جهزنا لهم من هدايا ومن غذاء صحي من برامج ترفيهيه يعني شيء كان مره كبير وصور كان كله تطوع منكم انتم بنفسكم عملتوه اكيد ما كان ما لقيتوا اي دعم مادي من اي جهات ولا اي جهه كله من عندنا احنا من دخلكم الخاص اكيد اكيد الهدايا أكيد وكل شيء انتم قدمتوه اي برنامج احنا عملناه كله احنا قدمناه من عندنا ما في اي دعم مادي طيب طبعا هذه أيوة. يعني اعمال تطوعيه مننا احنا هذا لوجه الله احنا زي ما قلت لك انه برضه نقوم في تعزيز للاطفال او حاجه زي كذا فاحنا نقوم فيها اوكي هذا نحصل فيه له دعم ممكن أيوة. هو البرنامج اللي قلت لك حيكون في فلامنجو مول هذه جهات مختصه شافت أيوة. اعمالكم التطوعيه أيوة. فحبت انها تدعمكم ماديا ايوه حلو طيب الفريق العمل التطوعي جدا صعب خصوصا باعماركم ما اروى يحتاج تنظيم يحتاج خطه يحتاج استراتيجيه يعني انكم انتم مسؤولين على كل كلمه انتم بتنزلوا وبتوعوا الناس فيها على جميع الحملات مثلا حمله سرطان الثدي اللي عملتوها هل كان معاكم اخصائيين استشاريين ولا كانت انتم من عندكم نزلتوا للناس لا هو كان في غرفه تجاريه اليوم هذا عن سرطان الثدي واحنا شاركنا فيه له يعني ثقافه ثقفنا عن الموضوع هذا اكثر ايش الشيء اللي ممكن نتجنبه ايش يعني ثقفنا زي ما قلت لك عنه اكثر فكان يعني قريتوا عن الموضوع اكيد اكيد قبل ما نعمل حاجه نقرا عنه فيها. اكيد كان في برضه يعني جروبات ثانيه مشاركه فيه له يعني مو بس كان احنا لحالنا كان في كذا فريق يعني غيرنا حلو اروى طيب ابغى اعرف يعني هل في برامج راح يتم تقديمها قريب باذن الله غير البرنامج اللي قلتي لي عليك حمله تطوعيه اكيد راح يكون في برامج بس لحد الان يعني ما اقدر اعطيك الاسم ايش هو البرنامج فاحنا جالسين نشتغل عليه الاسم اللي اقدر اعطيك هو انه حقة الشطرنج زي ما قلت لك اول برنامج في المملكه العربيه هو حيكون في برامج ثانية بإذن الله يعني راح تتوضح للناس بعد ما نشتغل عليها تمام طب حلو في كثير حاليا وانا جدا فخوره فيها حقيقي كثير من الفرق التطوعيه في مختلف المجالات زي ما ذكرت اروى كيف بتحاولوا انكم تتميزوا او بتنافسوا بعض الفرق الموجوده تقريبا باعمارنا بأعمار. انه احنا يعني هذا شيء اللي يميزكم اكيد اكيد هو شيء يميزنا وطبعا شغلنا لازم يكون دقيق نشتغل الشيء واحنا فينا يعني حب انه حابين نوصله للناس بطريقه مره حلوه ما نشتغله انه ضيق او حاجه زي كذا لا لازم انه يكون شغلنا جدا مميز طب ودحين انتم 10 ما فكرتوا انكم تضموا اكثر من اساسا البنات. الفريق ما هذا تحتاجوا شباب في الفريق يساعدوك احنا حابين انه نبرز انه احنا بنات لحالنا عندكم فكره وهدف أيوة من البدايه اكيد انه احنا بنات لحالنا انتم بنات في فريق تطوعي وما تبغوا تدخل اي لا شباب لا مو حابين ندخل اي شباب والبنات طيب حتى البنات فكرتهم زي احنا بنات زي ما قلت لك انا اكبر واحده فيهم عمري 19 سنه يعني البنات اعمارهم زي ما قلت لك 15 16 17 ما يتعدوا هذا العمر وعادي يقدروا ينضموا للفريق في اي وقت اكيد حلو طب كيف بتوفقوا بين دراستكم خصوصا انتم لسه في الثانوي ما شاء الله عليكم يعني كيف بتحاولوا انكم توفقوا بين الدراسه وبين الاعمال التطوعيه لازم تكون في خطه يعني متعبه وخصوصا انها بدون مقابل هذه الاعمال اكيد زي ما قلت لك هذه الاعمال التطوعيه اللي نعملها لوجه الله احنا نستمتع فيها مره كثير واضح مره كثير يعني في المدرسه اذا في برنامج ثقافي الحين زي البرنامج كيف نكون قدوه جالسين برضه نشتغل عليه حابين يعني نبرز حاجه مره حلوه للمجتمع. حلو، طيب كيف ممكن تقولي لي كلمه اروى نحمس البنات اللي باعماركم انهم يكونوا شغوفين وعندهم حب للعمل التطوعي للخدمه المجتمعيه اكيد، ايش حابه تقولي لهم؟ ما في حاجه اسمها لا، ما في حاجه اسمه انا ما اقدر اني اعمل هذا الشيء، في شيء انه انا احطه في بالي، احطه يعني امامي هذا الشيء عشان انا اسعى له، ما في حاجه انه انا اقدر احط لها حاجز. ما في حاجة في حياتي لها حاجز أنا أبغى أوصل لهذا الشيء راح أوصل له يعني بس أهم شيء أحط هدف أحط نقاط أساسية عشان يتحقق الشيء هذا طب أعرف أروى قبل ما أختم معك إيش اللي حابة توصلي له إيش اللي حابة أوصل له جمعية تكون باسمنا جمعية تكون باسمنا جمعية تكون باسمنا نستطيع أن نبادر أكيد
ان شاء الله يا رب. ليش لا؟ وزي ما انت قلتي في البدايه ليش لا، وكل شيء اذا حطينا حاجه اسمها لا اساسا. اكيد طبعا اروى، وانا جدا فخوره فيك وفخوره في الفريق اللي بتشتغلوا عليه، خصوصا ان انتم بنات في الثانوي كلكم اعماركم بين 15 ل 20 سنه، وبتقوم بمبادرات تطوعيه كبيره جدا، وتواجدكم في هذه الحملات لخدمه المجتمع. اشكرك على تواجدك، واكيد اتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله في يوم من الايام راح نشوف اسم حملتكم كبير في كل مكان بإذن الله. ومشاهدينا مكملين معاكم بفقراتنا، حنطلع فاصل قصير، لا تروحوا بعيد، أخبار ومنوعات بعد الفاصل.